حياكم الله مشاهدينا. طبعا من بعد ما شاهدنا فقرة المطبخ لهذا اليوم وصلنا إلى فقرة يا هلا بالضيف. طبعا بما أنه يعني ضيفنا للساعة الثالثة اليوم، اليوم ضيوف اثنين ما شاء الله، اليوم راح ناخذكم بالشعر والإنشاد وأيضا التعليق الرياضي، كل ما يخص الرياضة. تعريف راح تكون يا زهرة. طبعا اكيد اليوم حلقتنا راح تكون مميزه في الساعه الاخيره من عمر البرنامج، لذلك راح نخوض بمجال الشعر وحتى الاناشيد. فارحب بضيوفنا الكرام اللي نورونا في نسمات زاكروس، الشاعر حيدر الشمري. مرحبا، نورتنا يا اهلا وسهلا. شكرا على الاستضافه، ان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم. نعم، وايضا المنشد سيف العزاوي. مرحبا ويسعد مساك بما دخلنا على وقت المساء، سعيدين بلقائكم. طيب منين تفلشين يا رائده، شعر ولا انا؟ لا انا بصراحه انا كلش مشوقه اسمع بدايه الشعر ان شاء الله. طبعا هو قبل كل شيء انتم تعاون مشترك ما بيناتكم، صح؟ ان شاء الله صح. اي فلذلك راح نسمع بدايه الشعر وبعدين تسمعنا ايضا شيء اخر. يقولوا من بعيد شفها مسلم الفالة، البشر ما ينحزر لا تغرك أشكاله. الله. من بعيد شفها مسلم الفالة، البشر ما ينحزر لا تغرك أشكاله، واحذر لا تخاول يغدر الصحبان، مسلم من طلع ما طلعوا رجاله. صح. او شفت بعينك انت اش صار بالمختار، لو جيشه طلع شعاشه وبجاله. خلك دوم عالش ما تطيح تقوم، بنادم لون ذل ما حد ترى بحاله. خلك دوم عالش ما تطيح تقوم، بنادم لون ذل ما حد ترى بحاله، وانا ربعش كثر بس بالفعل ميتين، الصاحب لون دبن كل شي يجراله. الله عليك. وانا ربعش كثر بس بالفعل ميتين، الصاحب لون دبن كل شي يجراله، الصاحب خل حزامك شده بظهرك وكشخ بيه. سلامتكم. الله عليك. جميل. طيب ايش راح ترد؟ اقول عليك يلا تعال، عليك يلا تعال، جروحي توجاني كافي من الرويح يا الحيل فجاني، لو تنزل انا اصعد وياك، واحدة من الثنين بياهو تقنعني، احبك حيل انا انا أحبك حيل، يا حدور أنت لي تقنعني، كل شي بيحن عليك، دموعي كلها بيني حلو. جميل جدا. احساس الموضوع باحساس، يعني صح. الموضوع من وصل الاحساس يعني ما نقدر نتناقش باي شيء بعد، لذلك احكي لي شلون صار بدايه التعارف بيناتكم، شلون شفت نفسك انت اليوم كشاعر شعبي، شلون اكتشفت نفسك بدايه؟ سيف جيران ابن ولايتي. اها والله، يعني احنا انا وياه من ولايه واحده من جبل. حلو. ايه فالرجل معلق رياضي اكثر شيء، معلق مال فرق شعبيه. حلو. وانا كشاعر من صغير يعني اي بعدنا قبل لا اتسجل بالمدرسه انا كنت شاعر. تكتب؟ لا مو اكتب. أه. لحد ما تخرجت من الابتدائيه لا قدرت اكتب. حلو. كنت احفظ هاي المرحله كلها انا احفظ بيها. لمن تحفظ من الشعراء ومن شو تتميل لهم؟ انا من الرواد الهوسة فقط المهاويل. أه. ما احفظ الشعراء. حلو. أه. نعم. طيب بعدها التقيت ويا سيف؟ سيف جيراني. سيف التقينا انا وياه وهسه الحمد لله. سيف. يعني شلون قدرتوا تكونون دائما مع بعض؟ أي. بالضبط ديو مشترك وتكتب انت كلمات السيف؟ من كثره المهرجانات اللي تصير بجبله والدعوات اللي يدعونا انا وسيف بيها، ف
فقط دائما يعني اكثر شيء نهائي كره قدم. نعم. انا ويانا نطلع بطولات شعبيه فرق بالضبط شعبية. بالضبط انا وسيف نطلع زين خلي شويه نتوقف قبل نخوض بتفاصيل اكثر عن الشعر ورائدة طبعا اكثر شيء مولوعه بالشعر كلش تحب انا احب الشعر وبنفس الوقت احب يعني هذه القصائد الجميله صح نعم. بما انه مرشد ومعلق رياضي والتعليق الرياضي طبعا تحتاج للغه جيده يحتاج لغه وحنجره بالضبط ونفس زين شلون قدرت تجمع ما بين الاثنين؟ هل انت محب لعالم الرياضه وهاوي مجال التعليق؟ طبعا بدايه الكلام انا خريج جامعه بغداد لغه عربيه جامعه بغداد مرش تربيه خريج 2015 فكنت بالاقسام الداخليه ببدايه امري اقسام الداخليه اللي بشارع فلسطين فهناك كانت بطولات تقام على ارضيه الملعب فأنا أصعد فوق العمارة وموبايلي الخاص فأخذ لقطات وبعدين أمنتجها وأدخل صوتي عليها حلو. فكانت أول مباراة إلي قدمتها في جبلة بال 2014 كانت أمام الشباب والجزائر أبرز الفرق الشبابية اللي موجودة ويعني كان حتى من عندي من جيب الخاص أنه أدفع فلوس في سبيل أجر ومن ثم أعلق حتى العالم تسمع صوتي هذه بداياتي اما بالنسبه للامور الفنيه يعني انا كاتب قصصي ايضا وممثل مسرحي وقارئ قران ما شاء الله ودعوه يقولوا لي سبع صنايع بس ان شاء الله بختك الله الله يسلمك الله يخليك فكان كان لدي الفضل الكبير هو مهند استاذ مهند الراشدي طبعا وتوفيق الام والوالده والمجتمع نقول الحلاوي انه اعطاني طبع التعليق حلو وإذا تريدون فد نبذه مختصره يلا نريد التعليق التعليق كان يستهويني عندما ارى معلقين على مستوى انت هم تحتاج الا تباوع على اللعبه يلا تقدر تعلق ولا اوريدي ما راح يكون عندك اشكال لا 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 ما عندي مشكله لانه الارتجال عندي حلو فبنشوف معلقين ليس بالمستوى المطلوب واكو طاقات ترى كبيره وقدمت على قناه الرياضيه تقريبا من 760 معلق بقينا احنا ال100 صار تنافس بعدين صارت تظاهرات وانحرمت من هذا الشيء يعني انت ما طول تاهلت اي تاهلت هذه المجموعه معناها انت متمكن اي الحمد لله ومن ثم البرامج على قناه الفرات ما كانت هناك تركيا فما لحقت وان شاء الله انه الامل ان شاء الله هذا ان شاء الله طيب فنبذه مختصره عن التعليق نعم بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي أحبتي متابعينا مشاهدينا في كل مكان أسعد الله مساكم هنا بعنوان العراق الواحد الذي يجمعنا في كل مكان سلام عليك على رافديك عراق القيم فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم سلام لأرض تفيض عطاء عطر ثراها دم شهداء هذا حسين وذي كربلاء إلى المجد صار لسانا ودم هنا أحبتي متابعينا مشاهدينا البروبة الأولى بجمال العراق وببغداد لا تتألمي هل تكون بذكرى على مستوى عالي العراق أمام كمبوديا في مباراة فاصلة هل المنتخب العراقي يتغلب بإصرار كبير وبعنوان ممتاز في أرضية الملعب عندما نرى أدعية الكبار من صغير إلى كبير ودائما أقول على مستوى عالي بأن لكل مجتهد نصيب إذن نصيبنا بعون الله تعالى الانطباع الكبير هنا ميمي في منتصف في الملعب إرجاع الكرة أمام الكبير علام هاوي ممكن أوهو يا إلهي يا ولد نعم العراق بكبيرهم نامه لابد أن نصل نعم لابد أن نصل الأمام بفوق أن تكون برايات العراق خافقة نعم بأسلوب موطني بأسلوب لا تبكي يا صغير إن هنالك أمل نعم الأمل موجود في كل لحظة في كل أمل العراق لا كاسي العالم أم في مباراة قوية قد تجمع ما بين إيران والعراق نعم كلنا مع العراق في الدوحة 2022 الله عليك لك. انا تخيلت نفسي دا نشوف مباراه بصراحه لا صدق يعني ما شاء الله عليه متمكن يعني متمكن يمكن رايده هنا الموضوع انه صوتك
خدمك بهذا الشيء النفس ايضا لانه الموضوع خدمتني اللغه اكثر شيء انه اللغه العربيه فسرعت الارتجال اللي عندي صحيح يعني ما اعرف انا بصراحه يعجز لساني عن الوصف تخيلت نفسي انا قاعده بمباراه بملعب والله احساس عالي جدا مضبوط. يوصل طيب احنا بما انه طرقنا الى موضوعات الاحساس العالي نرجع الى حيدر وبما انه حيدر اريد ديو بيناتكم يلا ماشي موجود اوكي شعر يعني هو شعره نفسه عندي يجاوب الثاني خلينا نخليها اوكي بلش ابو كرار ارفع رايتك للنجم وديها وصيت امك ولي دموت نصيها ارفع رايتك للنجم وديها وصيت امك ولي دموت نصيها لا تغفل يا يمه وابد لا تنام المهرد غير من يركبها راعيها أريدك من تطب للمعركة مختار كون المعركة بيديك تشويها أريدك من تطب للمعركة مختار كون المعركة بيديك تشويها أخذ طبع أبو فاضل صير دومك حار قصته من الحرورة شك طلع بيها أخذ طبع أبو فاضل صير دومك حار قصته من الحرورة شك طلع بيها شلون تقضي المغرب كل من رايح من هوليتها سلامتك ارفع رايتك للنجم وديها وصيت امك وليد يموت نصيها لا تغفل يا وبدلتنا المهرد غير من يركب راعيها وريدك من وريدك من تطب للمعركة مختار كون المعركة بيدك تجويها اخذ طبع ابو فاضل صير دومك حار اخذ طبع ابو فاضل صير دومك حار قصه من الحرور شك طلع بيها راحوا بعد ما يرجعون أدر راح شي رجعان الموت يدور الزينين ياخذ وين أبو الفزعة وخطي الوالد خطي الوالدة من يشوف ابنها وماك وي ربعه تظل تلوم حيل تلوم وصل دار بويا 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 وصل دار متربعه وصل دار متراب الله مبدع كل التوفيق طبعا خلي أوجه تحية حب وتقدير لقسم العلاقات في قناة زاغروس الفضائية لجلب هيك مبدعين بصراحة نحتاج خصوصا يعني شعر يعني خصوصا عبيت التعليق الرياضي بصراحة جدا كلش حلو أنا اللي حبيته عندك وهي الارتجال
باختيار المفردات والكلمات مبهوت. جدا رائعة. فطريقة الاسترسال هي تحتاج إلى ثقافة جدا واسعة، وهو متمكن باللغة العربية بطريقة جدا رائعة. فكل التوفيق لحضرتك. مخارج الحروف سليمة جدا سليمة ونطقة جدا واضح، والكلمة توصل لكل المتلقي، يعني سواء كان متعلم أو غير متعلم، فهذا يعتبر من الأشياء الجيدة. تصلح أن تكون أيضا إعلامي صحيح كمذيع أخبار كمقومات عنده موجودة صح زين. نعم طبعا أريد نتعرف بكم الهائل اليوم من الشعراء والمنشدين، شلون تقدرون تبرزون بهذا الوسط؟ والله شوف خلي أقول لك شغلة، هو الإبداع يوصل نعم وين ما كان، وين ما تحطينه يصل. كان شاعر عنده شعر يصل يفرض نفسه على الناس كلها. مضبوط. أنا اليوم شاعر ممتع وشعر يصل للناس يصل، ماكو اثنين يختلفون عليه نهائيا. صحيح. هذا هيك الإبداع يفرض نفسه. مضبوط. نعم تمام. طيب اليوم انت قلت اليوم شاعر المبدع واللي عنده كلمه جدا قويه يقدر يوصلها، لكن اليوم بعض الاحيان تضيع علينا لمسات الشعراء لانه الحقيقيين تشابه صح. ومشكله اليوم هي ضياع الحقوق، يعني ماكو حقوق محفوظه للشاعر. كيف تتعاملون بهذا الموضوع؟ يعني كل انسان يحب انه يكون عمله خاص به ونجاحه مثبت له. والله شوف هسه اغلب الشعراء يعني خاصة احنا كشعراء المهاويل يعني ينتمون للشعراء. نعم. هسه المهوال هم شاعر. فهو الهوسه انولدت شلون؟ من الشعر، بحر الهزج الهزوجه. فالشعراء منتديات تجمعهم كرؤساء منتدى، فهاي شلون راح تكون؟ راح تكون تلم شعراء. الاتحاد، رئيس الاتحاد يكون المنتدى، والمنتدى الأعضاء راح يصيرون أعضاء، والشعراء منتدى يقومون مهرجان. هيك تقدر توصل رسالة الشاعر. حلو. طيب لو نرجع على موضوع الإنشاد أيضا بالكم الهائل اليوم من المنشدين، وخصوصا تعرف اليوم صار احتكار لكذا شركات إنتاج، اليوم هذه المواهب اللي تكون موجودة يعني لابد أنه أنت توقع عقد. انطرح عليك هيك موضوع؟ والله بالنسبة للمواضيع أنا شغلي يعني اللي يستهوينا كثيرا هو التعليق. بالنسبة للإنشاد يعني كنا ثانوي يعني ثانوي نقول ثانوي لأنه اليوم الموهبة تقتل في العراق يعني حقيقة. وأنت إذا أنت تنظر إلى أنه المواهب الإنشاد وغيرها هواي على مستوى كبير في العراق، لذلك كمعلق أنا استهوني كمعلق لأنه حبي للتعليق، وقليل من المعلقين هم متمكنين. حلو. يعني حلو. احنا بو على قناة العراقية وغير المعلقين ماكو فرص قوية بحيث اليوم اي مباراة نقولها لماذا المعلق العربي افضل معلق العراقي فينا من اللهجة. اي قناة من الناس هو نفس المعلق او نفس ابو ادارة القناة عندما ينظر الى تعليق نفس العراقي راح يجرى على غير معلق. شنو السبب اليوم اللي يستهل؟ السبب الاحتكار من قبل الكبار على قنوات الرياضيه بالنسبه للتعليق. احتكار كبار بالسن، يعني كل شخص عمره 50-60 سنه انطوا يعني دافع للموهبه، هم يفتقرون للموهبه والادراك والامكانيه على انه اني اجلب الشخصيات. صح. اللي عندهم الموهبة الحقيقية. ليش؟ لأنه يعني المتلقي يحب التجدد أكيد، ويحب أنه دائما تكون الأشياء قريبة من عده، ودائما نشوف اليوم والمشاهد أيضا يضوج من الأشياء الروتينية، فتغيير الأصوات أو المعلقين وطريقة الاسترسال بها أيضا راح يكون حافز للآخرين. أكيد. على أنه مثلا على سبيل المثال محبين عالم الرياضة دائما ممكن يحبون الأشياء الجديدة. مضبوط. فنرجع إلى موضوعات التعليق، يمكن أيضا هذه تعتبر واحدة من أهم المعاناة بالنسبة للأشخاص الموهوبين بهذا المجال. هل فرصهم فعلا هي قليلة؟ قليلة جدا. لذلك اليوم الشارع العراقي عندما تتكلم مع أي شاب على مستوى الرياضة تقول أصبح الصوت مملا. صوت المعلق، المعلق اللي موجود حاليا على القنوات الرياضية أصبح الصوت مملا، لذلك أكو لازم تغييرات. و يعني بالنسبة أنا من الناس يعني شو اللي أسوي مثلا؟ أعلق على مستوى محافظتي وبقية المحافظات. نعم. محافظتي قضاء كوثة جبل الحبيبة العزيزة على قلوبنا.
أم الشهداء هي اللي جعلت من سيف اسم معلق. لذلك أنا دا أطلع للديوانية، أطلع للمحافظة بغداد وبقية المحافظات من أجل التعليق. أيه. طيب أكثر المعلقين العرب يعني لمن تميل؟ فهد العتيبي، فارس عوض. نسمع يعني فارس عوض؟ أقلدهم مثلا؟ فارس عوض؟ أنا كنت أقلد سابقا، لكن المعلومة الصحيحة أنه لابد أنه كل إنسان يشق طريقة لوحده. مضبوط. لذلك يا هواي هواي أكو معلقين قلدوا ما نجحوا. نجاحك أنت لنفسك؟ نقول مثلا فهد العتيبي. الكرة هي العالمية التي يبحثون عنها كثيرا. نعم، الأمور التي تتجلى بأسلوب كبير في أرضية الملعب. هنا الإمارات أمام السعودية في مباراة كبيرة، في مباراة جميلة ممكنة من الجهة اليمنى لمصلحة العزي. هنا في منتصف الملعب، أوهو يا إلهي يا ولاد، بوم، نعم في الهدف. برافو 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 الإمارات. هنا أنتقل بالصوت والصورة إلى الكبير، نعم فارس عوض. الجميل في الموضوع أنك اليوم أمامي مشاهدين على مستوى عالي، زاكروس القناة الراقية المتواضعة، نعم بأخلاقها وبموريا في أرضية الملعب. يجب علينا دائما أن تكون لدينا فرص مثمرة من أجل أن نعلن شيء من الجمال في أفق من يجد في نفسه الموهبة. لذلك اتركونا من كل شيء ونجعل من أشيائنا جمال. نعم، هنا كرة مرة ثانية في منتصف في الملعب إلى مدير القناة في منتصف الملعب مكيلان. كرة يا رب، أوه، فالتقليد أنا حقيقة ما أحبه يعني. الطريقة ممكن يعني ممكن، لكن التقليد أنا ما أحبه، فسويت لنفسي طريق إنه طريق معلق. حلو. أي ممكن نقول أنت على مستوى عالي قد ما كان تقلد وتجيبه 100% أنت ما راح تصنع لنفسك سيد، لأن هذا طريق مال شخص أنت اسمها سرقة. تحب عصام الشوالي؟ أحب عصام بس ما أحب أقلدهم. قلتهم بقلبي بس ما قلت زين. لا، هو اللي فهمت من عند انه هو ممكن ياخذ، انت تاخذ نبذه من كل شيء، كل شيء تتعلم من عنده بس تكون متميز. اي بس اكون اشق طريق واحد يعني. طبعا هو هذا الافضل اليوم انه احنا نتعلم من الكل، لكن يبقى انه فد ميزه خاصه بينا ولون خاص بينا حتى ما نكون متشابهين مع بعض. اليوم مشكله اللي يقلدون لما خلص هو التقليد راح يوصل للمرحله وكل شيء راح يتوقف بعد، ما راح يعرف يبدأ، ما راح يعرف شنو يسوي. فمشكلته ذا بقى يقلد وبعدين راح يصير رتابه وراح يصير ملل. ما راح يصنع فشل. صحيح. والدليل هسه معلقين على مستوى العراق صدقيني يعني، والله العظيم مو مجامله يعني، فقط من اجل ستوري يعني يحفظ له فشي من معلق. اليوم المعلق اولا ان تكون لديه لغه بحيث انه يقدر ينطي للمقابل، ثانيا انه سرعه بديهه، اذا ما عنده سرعه بديهه هذا فاشل. لذلك لابد على المعلق ان يشق طريقه بنفسه. ايش قد درجاتك بالعربي دائما؟ من المدرسه لحد الكليه؟ لا، اللغه العربيه تمكنت بها بالجامعه، ولا ما بالاعداديه لا. زين، نرجع للشعر. انا من الناس اللي كلش احب الشعر بصراحه، نسمع شيء؟ نسمع. شوف انا طبعا عندي قصائد يسوونها مثل الطلقه تصل المستمع مباشره. طبعا وانت قاعد يعني بصراحه تلقي قصيدتك انا جسمي كزبر يعني، معناها احساس وصل الشاعر الكبير حيدر الشمالي. صحيح. فتقول الاغم صاير يهدد وسطه اخباره. الاغم صاير يهدد وسطه اخباره، صاير للزلمه اللي يقتل ورا النسوان، نغير السالفه لو نكشف اسراره. الله. او علم الرصفنت لو شفته بالديوان، مو زلمه عبالك قاعد احجاره، والله لو حلال من الصبح ارمي اكتله وخلص من عاره. ويلي وبالك تمشوا يا علي يختل مني ثورا. سلامتك. الله عليك. انا اقول لك رحت عار ليال السود حاكا وانسجنا وعلي شحنا حكمنا. يا وطن نورك ضوى من الله ما ينطفئ.
طفي لا ليل يوصل لك لا يذبل ويختفي نورك وطني نورك يا بنورك وطني يشد برحينا عايشين ونبقى اخوان وراح تتحقق بعين الله الشروط مو نفوط ثروتك لا هي ذهب يا عراق انت ثروتك هالشعب صح تعبنا بصبورنا ما يزال يقول يا رب انت من ضيع التعب الوحدة والحرية والعزو الصمود الله عليك يقول لا تجي نرجع عذرا عن المقاطعة صفقوا لك يقول لا تجي نرجع فشلك لا تجي الدلة زحمة من تدنج على الردي لا تجي نرجع فشلك لا تجي الدلة زحمة من تدنج على الردي النخلة من تشبقها تصعد للأخير السالفة الحلوة طعم من تنحجي النخلة من تشبقها تصعد للأخير السالفة الحلوة طعم من تنحش الهودج من يميل لا تصدق يطيح الشبقة حيل النوق لما تنتجي النار كل ما تكبر ترد للرماد الراحة بنها تعمى من كثر البكي الشمس ما تنفع ترى للمال عين أو كنت حاسب لك وأقول إيش قد وفي الشمس ما تنفع ترى للمال عين أو كنت حاسب لك وأقول إيش قد وفي اللي يحش بظهرك يحلم مثلك كون يصير الله سلامتك الله عليك ايش راح ترد ها يا روحي شلون هل ما عدها خيت ها يا روحي وانا لا ام ولا ابو ها يا شلون هل ما عنده أخو هاي روح أنا لا أم ولا أبو عندي أخو كلش حنين وعين الاختن عمره ما زعلني من يوم العرفته ذاك اخويا عالتروب عطشان عفتان هاي روحي اش قد تعبنا هاي عراق ملي لابد يجي يوم الأقل لك احنا فزنا لكن بشرط واحد من نخلي ايد بيد ونخاف على بلدنا الله عليك الله يسلمك حلو يعني مثل ما نقول دائما متراهمين متفاهمين مع بعضهم لذلك دي يطلع هذا الشيء المميز فعلا نعم شعر واحساس فالنتيجه بيرفكت اي صحيح واكيد طبعا حيدر مستمر بالشعر وسيف بنفس الوقت عنده مجال طبعا انا ان شاء الله اطمح انه نشوفك يا رب بأحد القنوات الرياضية المميزة يعني لأنه الموضوع يستحق بصراحة يعني لأنه هذه الموهبة اللي عنده أسميها موهبة التعليق يعني
جميل جدا اكيد يعني احنا فعلا دائما بحاجه دائما لكل الاشياء الجديده وخاصه على الشاشات. مضبوط. ممكن اليوم في ظل زحمه الوجوه لكن تفتقر الى ثقافه. مضبوط. وتفتقر الى الوجود الاعلامي على الشاشه، فاليوم انه احنا عندنا كم رائع وراقي ومهذب. مضبوط. وخلوق على انه يقود الشاشه بطريقه جدا رائعه، لكن مع الاسف اليوم نفتقر الى من يمتلك حس التقييم هذه الاشياء الرائعه ونوظفها بطريقه صحيحه. حتى ما نفتح المواجع لان هوايه اكو ناس يتمنون تجيهم هذه الفرصه، سواء من الاعلاميين، الشعراء، المعلقين او باقي الاشخاص الاخرين اللي عندهم كثير من المواهب، حتى الخريجين اليوم اللي يبحثون عن فرصه عمل. صحيح. لانهم درسوا وتعبوا، حتى الانسان احنا نقول اللي عنده موهبه بالتالي هو دا يتعب حتى دا يطور موهبته وينميها. ننتقل الى الشعر، قبل شويه الشعر كان بيعركه. زين، الحاقد او الغيور او اللي ما يحب الخير شو تقول له؟ شو اقول له؟ خاف هم تقولي خوف. لا بالعكس، احنا بدنا نجاوبهم بطريقه حضاريه. يقولوا ما نرجع بعد، خلينا مرتاحين. احسن. يا المالك رفيج شلون ارد لك؟ او لا حسبالك كان دم لي انا ما حاكيك، القمر سنين واحده وبالسما معلق. اطلع. ما نرجع بعد، خلينا مرتاحين. يا المالك رفيج شلون ارد لك؟ او لا حسبالك كان دم لي انا ما حاكيك، القمر سنين واحده وبالسما معلق. مليت الرفاجه من اول المشوار، وانا قلبه فطير وابد ما ملك. روح براحتك شاهيه تبقى عليك، ترى بهذا الزمان هوايه كل مثلك. روح براحتك شاهية تبقى عليك، ترى بهذا الزمان هواية كل مثلك. ولا ترجع علي وتقول أنا الغلطان، لا ترجع علي وتقول أنا الغلطان. أنا لو ردت أسولف أحكي طق بطق، الوادم الوادم خلها السولف، هاي الوادم تحكي أشكال. سلامتكم. الله عليك. حبيت هذا يمثلني يعني دائما وجه بوجه. أقول ما تحمل تبقى الحكاية بقلبي لازم أحكي. زين، عندك شي غزل؟ عندي دارميات. يلا بلا نسمع. يقول لو تدري من جافية بي ايش جرى وصار، قمت ادعي رب ارجوك خليني بالنار. يمه. لو تدري من جافية بي ايش جرى وصار، قمت ادعي رب ارجوك خليني بالنار. العافة خله وراح شله بحياته، خليه يدفن اسمه وياه حتى بمماته. شفت انا صدفة بيوم قلت له ارد احاكيك، ناداني بعلى الصوت ما اريدك شبيك. استحي ودنج دوم وغمضها العيون، وقصتك خلها تفيض من العرق كون. اللي يستحي من عتاب هذا مشي وياه حتى بمعصية وضيج قدام علقاه. الله عليك. طيب، بكلمة حاب اليوم تقدمها. أنت أشوفك أنت شوية مجروح. لا والله كلش طبيعي. كلش طبيعي. ها أكيد. زين، يعني كلمة حاب تقدمها. مهنا مثل الطلقات. خليهم طبيعي. لا لا، مو هاي الشغلة. يقول إذا رايت تزامط والله ذوقك مر. إذا رايت تزامط والله ذوقك مر. ابو حلق العوج لما يطب ديواني جرجر بالحكي الجرجر. نعم. اذا رايت تزامط والله ذوقك مر. ابو حلق العوج لما يطب ديواني جرجر بالحكي الجرجر. ما طرنا ويا صقر الفار بس طرنا شويه الحر. ما طرنا ويا صقر الفار بس طرنا شويه الحر. نطير ويا الحر بالجو ما طرنا ويا صقر الفار. الله عليك. يلا نسمع شيء من حيدر. سيد. عفوا. بس ما لي شيء حزين. اي كافي حزن. اوكي راح شيء غزلي. يلا نسمع. اجاوب على الموضوع مال حيدر. شلونك حبيبي مشتاق لك، مر عمري كله حبيبي وانا محتاج بودك ملاي جروح
ذكرى تجي وتروح ما تقول لي وين اروح لو احتاج لك يا من هوى اعز وذلني كيف السبيل الى وصالك دلني انت الذي حطمتني. يعني بصراحه انا هيجي لا احس نفسي قاعده على يعني ماي على البحر على الكورنيش. طبعا امتعتونا بصراحه. الله يسلمك. اليوم كانت الحلقه مميزه بوجودكم. شكرا. حيدر مو حيدر حيدر الشمري وايضا سيف امتعتونا. اتمنى لكم يا رب الموفقيه بحياتكم. كلمه حابه تقدموها؟ بتفضل اخ سيف. انا مد ما تعلى عليه. تعالى رحم الله والديك. كلمه بتعليق. دائما ما يكون لدينا الأمل في كل لحظة، دائما ما يكون لدينا شيء من الجمال في كل لحظة، يجب علينا دائما أن نقف وأن نحترم عملنا أو عملنا عفوا. دائما ما يكون لدينا إصرار من أجل النجاح، دائما ما يكون لدينا أن نقف دائما وأن نجعل ما بين بلدنا هذا العراق. ومن ليس لديه غيرة على وطنه ليس لديه غيرة على أرضه ولا على شعبه ولا على أمه وأبيه. لذلك كونوا يد واحدة من أجل نجاحنا. أنتم الحب أو أنتم الامتنان. أترك الصوت والصورة إلى الشاعر الكبير والممتاز حيدر الشمري. شكرا لك. شكرا لكم على هذه الاستضافة. الله يبارك. شكرا لكم حبايب. نعم. كل التوفيق ويا رب دائما المزيد من التألق والابداع. مشاهدينا الأكارم نلتقيكم بعد هذا الفاصل.